أعلنت وكالة التقييم الائتماني العالمية موتزا عن تخفيضها التصنيف الائتماني لتركيا إلى BA3 مع نظرة مستقبلية سلبية. كما أعلنت وكالة ستاندرد أند بورز عن خفضها تصنيف الدين السيادي لتركيا متوقعة انكماش الاقتصاد التركي بحلول العام المقبل. احتفل نجما فيلم غريس جون ترافولتا ولوهي نيوتن جون بذكرى مرور 40 عاما على فيلمهما الكلاسيكي الموسيقي. وقف الممثلان أمام عدسات المصورين لالتقاط الصور وقام ببعض الحركات الراقصة في عرض في بيفرلي هيلز استضافته أكاديمية علوم وفنون السينما الأمريكية. قال ترافولتا إنهم يكرمون الفيلم وهذا يعني الكثير لتاريخ السينما. نشرت صحيفة الجارديان البريطانية تقريرا عن دراسة أجرتها جامعة بيركلي الأمريكية تظهر أن نقص النوم من الممكن أن يجعل الناس يشعرون بالوحدة، وتكشف في المقابل تأثير العزلة الاجتماعية على كفاءة النوم، ووصفت الأمر بالحلقة المفرغة التي من الضروري كسرها. تحت شعار لا للشباب ورجال لا للسجائر والشيشة، شهدت مدينة